الكل يبحث عن زوجة صالحة يكمل معها حياته، لكن محمد حكايته مغايرة تماماً. وجد نفسه يعيش بديون خانقة بسبب زوجته اللي استغلت نيته جعلته يستلف الأموال من الناس ويمضي على ورقة الطلاق بالتراضي، موهمة إياه أنه هذا الطلاق راح يكون لفترة وجيزة فقط من أجل مشروع مربح، ليجد نفسه في الأخير في الشارع. بقية القصة مع زميلة رانيا عميري. محمد 35 سنة، يتيم، كان يبحث عن الاستقرار من خلال الزواج، إلا أنه وجد نفسه يعيش كذبة العمر. فزوجته سلبته كل أمواله وأدخلته في موجة من الديون. كنت نسكن في بليدة عند عمتي، تزوجت ثم عندها، من بعد صاروا مشاكل. جات يمة المرأة هذه قالت لي أروع عندي راك وليدي. أنا قلت معليش، أهبط، هبطوا لي قشي، هبطت سكنت تما. أنا جاتني في راسي قلت نفتح حانوت تاع حوايج. فتحت الحانوت، جات المرأة قالت لي يا ودي الحانوت نسا وكذا، قالت لي أنا نقبضه. قلت لها معليش تقبضيه، بصح تجي تحاسبيني. هي قبضاته ما حاسبتني، الدور اللي توجدوا تاكلوا تكري لوكاسيو كلات الدراهم، تعرف غير سلفها وخصني مليون، ام خصوني زوج، مش غير طمعت، فاتت الطمع لله. طمعها لم يقف هنا فقط، بل استعملت الحيلة من أجل أن تستغله أكثر، ليجد نفسه يطفئ شمعة حياته بيديها بعدما أن صادق على ورقة الطلاق بالتراضي. من موراها قالت لي نديروا الطلاق بالتراضي، كاينه افير. قالت لي مرا هذه مولات السونتر، قالت لي جيبي لي جوجمون نديروا افير ب 500 مليون. قلت لها يا ودي انا خليني من 500، ما نحتاجش ال 500. قلت لها خليني من الطلاق هذا، راني خدام واش كتب ربي وراني عايش. لا 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 لا، قالت لي دير ولا ندير الخلع. رحنا المهم طلعنا البليده، درنا طلاق بالتراضي، اهبط نورمال عادي في رمضان. من رمضان بسمانه بدات تنقلب، ولات ما تطيبليش العشاء، ما تطيبليش الفطور، ومن بعد ولات تدير كيما تحب، كي نقولها تقول لي رانا مطلقين. ومن بعد بلاقه البلاقه قالت لي رفد قشك وروح، قلت لي خلاص رانا مطلقين وانا ما نوليش. بعد ان امضى محمد على ورقه الطلاق، تغير سلوك الزوجه التي كانت تخطط اكثر لتحطيمه، ليتخذ في الاخير هذا المستودع كملجأ له من أحد المحسنين. رفضت قشي، رقت يامات برا، ومن بعد جاء الأخ هذا مسكين، ولي قال لي روح ريح. أنا قال لي وقت ما فرج عليك ربي، قال لي وقت ما فرج عليك ربي راك هنا، قال لي مادامني أنا هنا راك هنا. درس الغدر والاحتيال ممن حسبها رفيقة دربه لا يزال يدفع ثمنه محمد، الذي بات اليوم يرى أولاده مرة في الأسبوع، هو ما زاد من معاناته. ولادي هم عندي، البارح جبتهم عندي غير ما من جمعة لجمعة نشوفهم. البارح جبتهم عندي، بذاك كانت شوية قبل ما تبرد الحالة هنايا، نجيبهم بالجمعة يباتوا عندي، والسبت الصباح نديهم يباتوا معايا هنا. غريبات هنا، حتى الناس هنا قالوا لي دراري صغار اديهم ليماها ما تخليهمش، وهي نورمال ما على بالهاش، ما على باليش علاه، علاه دارت هذا العفسه ما على باليش لحد الان، والله ماني عارف علاش. هي حياه زائفه وكاذبه كان يعيشها،
أدخلته في دوامة الضياع، وهي دروس الحياة تعلمنا أكثر. أشخاص نثق فيهم لنتفاجأ بغدرهم وكسرهم لظهورنا.